بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي يغفر الزلات ويقيل العثرات ويفرج الكربات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يمعتو بكو يلا في الاسنيه يلي نبيل عليه الصلاة والسلام صلاة كي نغينا يلا كالو بتنكاه السرنيق مدلو. أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. إني نفسي كيسيني نهروك يلاك ميسيت كسيسا تهوك مدلو عنوان التذكير في هذه الأمسية الاستغفار. يلا لا حبس السرانه نمتي ستة كسيسا نيمعتو بكوي. أولا يلاك ميسيك كيانما أن تخاف من الله بامتثال ما أمرك الله واجتناب ما نهاك عنه رجاء ثواب الله والخوف من عقاب الله. يلا خميسك كي أنا يمعت بك يلا الدم لسهني متي إسي نفسي أبن الساة قلت يلا كلا عن بالك. يلا خميسك كي أنا ما يلا كواسهني مكتديري أكاه تديري مي يلا هدي قال خميسي وقتك هو يهنا سهدوا وحريهن يا يلي اللي ودي قال لي هم يلي دو قال حيلا ما يوهيا. إذن فعلينا يلا خميسي نم فدين تحق التقوى فدين تهتا يلا خميسي، وأن نستمسك من الإسلام بالعروة الوثقى داك بين نم فدين تإسلام إنك. وعلينا أن نعلم أن السعيد من المسلمين مسلمين سعيد ككيانهن النمو بسعطة معنم يسنم ككيانهن نمي مسلمينك. من استدرك على نفسه إسي نفسي لي يلي أبا يمكي رعتم إسي تيبري يلي ما بينكاك يمكي إدري دهن إسي كلوه ينمو. واستغفر ربه حبس يلي كسرتا وتاب من ذنوبه أبه نمانك يلي فنهي دوره ينمو. هو هذا هو السعيد يا إسي نمكك يانا ما تمنوا معتبك. وعلينا أن نعلم عباد الله نارجم فردنت أن الله قد أمرنا بالاستغفار في آيات كثيرة. يلي من قهتا آية التعدلا حبسك كسر الناملا ني أمر سم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وقوله تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. استقامة يلي الدمر سيني من المسواي حبس يلا كسرتاي وويل للمشركين. دين تحلونا دين تحلونا مرا يكون مشركينه ويلينه يلي سبحانه وتعالى. وأمر خاتم رسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى يلي إسي أنبيك اللي حب النبي بل أفضل البشرية وأفضل الأنبياء إن كيت أنبياء إن كيت أنجنوك يا إسيه النبي يلي الدمر سمي معتوب كوي. واستغفر لذنبك نبي محمد وحبس السرك. وللمؤمنين مؤمنين هالسر كادو إسي نفسي مؤمنين والمؤمنات مؤمناتها حبس السرا. نعم في هذه الآية الكريمة آية هدلا أمر الله عبده ورسوله يلي سن فرمويتاي إسي نعسو أمرسه أن يستغفر الله لنفسه وللأمة إسي نفسيك إسي أمتها كال ربين أمتاك إسي نفسي يلك حبس السرماء يلي كا دم رسم. ولذلك تهجدك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار حبس من قم يلك السركين. وهو وصف الله ووصف الله نفسه الكريمة يلي إسي نفسي كنا بلهتني هي محت ويلو سيه بالغفار من قو حبس لربك النوي. وأنه غافر الذنب ذنب حبتم يوي رب سبحانه وتعالى وذي مغفرة صاحب المغفرة والتجاوز سنن بحايتين مقدار دارتاه كينت حبتاه الدنيا الكينت بلتاه سهدكين كيبول سويتاه خلال لكن دي قالوا ايتما يوي اللي سبحانه وتعالى. وفي هذا هاي حبس لم يلتك تكي
محايا يلي حبس لربك نيوهيو بنازان تو كويلو يلي حبس تويلي مربي بنازان تو جنب تويلي من ممكنتو يلي كو دبلو أنا أبلو أن فرنا نمي أبين أهلتو يلي كو مرحنا رحنا نمي يا بهلتو مخ من كو كرحنا نمي مخموه لتو ما عبين كو كرحنا نمي مع بهلتو مخ ما عبين كل مي يلي كو كواسه تجيره غيت انتا أمي أنا حبس من قو ربك نيوكو حبس يسرته يلي سبحانه وتعالى إشارة للناس وحث لهم على الاستغفار حبسوا يلك السرطة هي أنا هاي فما معنى الاستغفار إذن هاي استغفارك كي أنا محاي استغفارك كي أنا ما يمعتو بكوي هو طلب العبد من الله عز وجل المغفرة يلي نعس يلي نعس يلك حبس السرطة ما والستر في الدنيا والآخرة الدنيا أخيرا يلي ما بنا يمت رديهم ما يقبلي ربه يوم يبلوسين سهده يوم يبلوسين آي آنو بهان زنبتيو ديقالا ننكادو يربو يوم يبلوسين اسم الدويسي حنده يوم آن اكماس اللي ماي يوم آن يوم متى يسلمك يربو ويسي حبس الدنيا خيرا بحيمكي يحبين يلدر دريان هاي حبسك كيانا ما أخلاق معتو بكوي وهو خلق الأنبياء جميعا يلي ربهن أنبياء حالتك لك ننمي يلا حبس السيران ما عليهم الصلاة والسلام جميعا قال نوح عليه السلام نبي نوح يمي معتبك رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وقال موسى نبي الله موسى يم ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي وقال سليمان عليهم الصلاة والسلام جميعا رب اغفر لي يربو يحباي انت يا نام يربوني حب يربوني دلي حب مؤمنين حب مؤمنات حباي يربو يحباي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي يقمد النمو أحيوي تهتني إكويتا أفتوه ملكك يحياه نبي الله سليمان وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يستغفر كثيرا لنبي محمد عليه الصلاة والسلام من قم حبس السركين حتى كان يستغفر في اليوم 70 مرة أي ركى الدل ملحينة بنها الدا يربو يحبا بل 100 مرة في رواية جاءت أنه كان يستغفر الله 100 مرة بول الدا أستغفر الله أستغفر الله آل حكيني وسجننا النبي كن كوي وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يلي وريتين كي جناتي من كيها كحبه النبي كنكو كان يستغفر الله في اليوم أي ركى الدلا ملحنة بعد داي لا بول الدا يلا حبس السري تكين وقال الله له وهو يلي كام رسيحن كين كاد يلي كاك يمي واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما يطلب تعالى من عبده ورسوله يلي سفر ميتاي سنع سكو أبا يهد كام رسما أن يسأله غفران الذنوب ذنب حبتك السرم نبي محمد يلي يما نبي محمد ذنب حبتي السري لماذا يا رب محاكاك انت يرب وانها لأن الله سبحانه وتعالى يرب يما هي غفور رحيم أنا حبس من ربي ربي باهين محبان اندبوك إنما يدربه تمعاني حنده رحمته اللي حي مهتاقها أرحي لمن استغفر حبس السرته أنه كاه حباي كاه رحمته وأنا بيلا لدوره أنه فيغفر ذنوبه ويكفر عنه سيئاته بحي ان كاك حباي وما نينك بحي ان كاك مسيح بدله معانك هلا هي وارحل إخوة الإيمان والعقيدة يمعتو بكوي حيلا له على سبيل المثال مثال عين تلا حصره النمي ما للاستغفار من فضائل وفوائد دقوم كسيسي فضائلك استغفار التنم مدودك استغفار التنم استغفار لهن نبنا أكاد قوم تيابي عملوا الاستغفار يلك حبس السرانما سبب لمغفرة الذنوب زنب حبتك سببا أتو زنب ترده زنب كنكن همتا سلم بنا زنتو تكي كهزنب دكو كتما أستغفر الله انتاما وتكفير السيئات وما نيني هوريسا يتهتنين سواء كانت أقوالا وأعمالا كلا تنتك تك تهتني مكيح أمسيحية ديني
قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه بانواع من الظلم، ظلم من قعين تهيني، ثم ومن تام ومتى ما ابيه اسي ظلميه اسي ربي يظلميه اسي توبكو يلي جن يظلميه يماتيها وادي توع محلك يماتيه، ثم يستغفر الله يلك حبس سريتك سبها وعدي يجد الله غفورا رحيما يلك يهتو سهدايتي تو اسي نفسي الظلم بحين هيدي وما نك بحين كي بقولوا يلا حبس السرك حبس السرك يميتكي وما ممكن نمسك عدو يلي نبر ربك نم يلا كعدو حبس لربك نم عدو يلا كسرتك يميتكي وزن بكا كلاي يلي كه رحمتها تون الجاه يلا. وفي الحديث القدسي قال الله: يا عبادي، حديث القدسي يلي يما ين عوسياي إنكم تخطئون بالليل والنهار إن كهنا رجيمتو جيتو ين عوسياي يلي سبحان براي لعوسين هوريسانها ما بنسيني كرحمي تي جيت انتانها ما بنسيني كرحمي أب بنسانها أب سيني كرحمي كي قليل من يفعل أب مرسيني كدوهو هاي محا وما نابناها كاي ربو محمعي وأنا أغفر الذنوب جميعا زنب انتحب تم يوهي إسين هورك متى دياناي أنا حبتك ما ديالي ما حتك يوعدي ربو فاستغفروني أغفر لكم أس حبسي السيرتو عدي سين حبيب إذن هو اللي تون براي العهور السنة هاي يو حبس أنا حبس لربك النيو جميع قدامك يو نحب أن تني قدزم بحب أن دم حب أن تني كل محب ربك النيو كو حبس يو كسر يلي. ومن فوائد الاستغفار أيضا أنه يدفع العقوبة. استغفار فوائدك فائدتك لمي معتوب كوي استغفار يا مجيه أمرك يلي بلواسة دي قالواسة الدنيا الكين المبتة أخير الكين مرك يدفع العقوبة يلي دي قالا يلي دحبهم يلا حبسوا سيرانهم دي قال لهم يلا يحبس لهم يلا إذا كاي دي قال لك كاسرتين سقوا وعدي حبه ومر ريب سهل ويرفع العذاب وبته سقطم كلا قيت التنواسة استغفار يا مجد واحد. قال الله تعالى يلي سبحانه وتعالى إيما وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون مسلمين ما حاله تلتنم فنها يا نبي محمد يلي كم دي قالهي ام محاي وما كان الله ليعذبهم يلي كم دي قالا وانت فيهم نبي محمد وتكن ادلنك يلي كم دي قالا عامي كان دي قالت كم بيسا نمي هاكا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون اسن يلك حبس سريتك اتو يلك حبس سريتك يلي دي قالتكم بيسا. يخبر تعالى عن أمانين للناس هذا نما أمان نما حزام الأمان نما سلام ليه يلي نما ما كانك سلام قوبي ومانك وبتمك فياي جيت تنمك واسو نما مكاني تكي ولا يزالون معصومين مجازين يلي وو مانك كن حتى وو مانكي معانلك انقلت يامك يلي مكتا من قوارع العذاب والزلزال إن تاتن مانيكين لو بتيك وبتنفدك انتي واسوتك كيم نماما ما داما بين أظهري وانا ممكن أدل تنمفنا لكن أنا ويتك هن نما تنمفنا أولا وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين يلي نبي أمة الدليلين نمي هاكا الاستغفار في قلوبهم وفي ألسنتهم وفي أعمالهم كن تاماي كن الرباي كن سرق حبرلا يلك حبسوا السري تنفنها مسلمين يلي كم بيساهي هاي محن اللي تني محن قدي أنا مامك سلام الدين أنا مامك تيدعه نميت تتوعدي فلا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار يلي نبينا الإيمان عليه الصلاة والسلام لكن نلي تني محاي كدرب بنلي هني كاك حبسوا السري تنما نلي تني. ولذلك تهجرك فإن الاستغفار أمان من غضب الجبار سبحانه وتعالى يلا حبس السيرتان ما يلا حبس السيرتان ما يلي هنا عبكو أمانته يلي كان حبس السيره يا مرامين عباي ينعب مرد قاله سند قالك حق إيمانها. وأن الاستغفار سبب لكثير من الخيرات العاجلة الدنيا بقول سيسك معانيني بركت ليه سسل ليه منقوهتني هي كاسب وقتنا دي سيسي تيتكو باهمية يلا كسرتان دريك كلتن مدي ليلانا هنين
دركتا استغفارك يا نم كنزول الغيث عبر يناي لعنتناي بكر ينايا ربك باهيي استغفار اللي منقوهن الدلك منقوهن امتلا يلي رحمة منقوه المدرار أجر عسني روبيو لح بيا كسني هم بيا كسني معرب والعطاء من الله بالمال والمتاع وبالذرية والأولاد والقوة بالأجسام بالأجساد إلى مال من جاي متاع مدغانه يا عبينه من جاي معد لايه أحواي سهدك قوتي سهدك نبندتني يلك حبس السريتان مت يلي شكر أنا ليما قال الله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يلك حبس السريتا يلا فنهجها يلي هنا عوسي يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى كل نمو مقاعس انتهى مقاعس مهى لا عويت ليه إلى توم فنها يلك حبس السريتا ويؤتي كل ذي فضل فضله هو عدي تتكام ودتك تماتيني كل نمو معقب يحيه يلي بسوك معانا اللي كاك فلتس سبتامل وقال تعالى على لسان نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا حبس السريتان فنها يلي تمسينها باهي يلي سبحانه وتعالى إسي قرآن وقال تعالى على لسان هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يي أمتيا يلا الأدوراي يلا حبس السريتاي يرسل السماء عليكم مدرارا يلا عرانكا ربسيني باهلي سرحمته ويزيدكم قوة إلى قوتكم لتونوه تنينه تنينه معرتا معرسينه سيسلي ومن فضائل وفوائد الاستغفار استغفار لهم فوائد كي مدورك تنمي معتوبك أنه سبب للنجاة من النار والفوز بالجنة جرك يسلمينم جرك يدي يسلمينم يلي هدي قالي نباتني كدي يسلمينم استغفاراي يلي وهو قدره معاني يلي تلمو إن كينا بتلمو يلي قل الجنة هاي جنة الدقيانة ما استغفارا قال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء يلي فرموت عليه الصلاة والسلام سيمرا لك سيسين كليمي تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار سيمرا و صدقت أي مقاي استغفار أي مقا فإني رأيتكن أكثر أهل النار أنو سيني أبله من قم قراءة دالي أمرا قراءة دمرا سينو بلمياء إدحت تنتون وايتانا ما قراءة إدحت تيمانا ما ينام محل الشاهد قراءة إدحت تيمانا ما حبس يلك السرانا ماي أحوائي مقيني وقال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا يا مساكو بير آخر لا يسمعنم يايسنم ككيانا ما من قو استغفار إسي دوسي القي واهي النموهي نبي عليه الصلاة والسلام استغفاره تقحتكي معتو بكيو يميرقيها وقت ملي مشروع في كل وقت كل وعد برا العل سلط مال دفيت الملا في جميع الأحوال تلين تحت حالة لا مشروعك ين يلك حبس السريتان مال السريتان ويتأكد في بعض الأحوال لكن برسلكو دقة إسلام تلدقة بها ساعة يم حبس السريتان فردنتهن فردمهن الدريان كالاستغفار بعد الذنب والمعصية ذنب ترداه يلي ما بين أيام ترداه هو وعدي أبين هدر داي الرابة هدر داي مبلة هدر داي مبلة هدر داي دقية هدر داي فريمي هدر داي تهو كمدلو يلا حبس السريتان فردنتا يلي سبحانه وتعالى يما والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله يلي ما بين أيام تردى تحت إيانهن وعدي يلي ما بين أيام مرحن أيام فدمي يبون أماما يلي كقوى ستردى أنهن وعدي ذكروا الله أي عظمته ورحمته يلي هنا بنا يلي رحمته يلي قال دوروين دقالك له قريب كالست هانهن وعدي فاستغفروا لذنوبهم سنزم بحبتك يلا السراه يمرا ومن يغفر الذنوب إلا الله زم حبتبتا مية يلا كسانوهن ولم يصروا على ما فعلوا أبق سجينه نمان لي بيق مرا عانيا أكاك يو عينيه يلي نبنك الستة يلي دقال نبنك الستة يلا حبسي كين حبو دود لربك النمي حبسكك يسير ربك النمي إدقه هانهن وعدي يلا ليدوره يمرا إيه يلي فايلسك يلي ومرنا بر ومن سعادة العبد
من أزن تك بدارين نككيانا ما الدنيا خير كاك نمك معنوم ككيانا يسمع وانو ككيانا ما الذي يلهم التوبة والاستغفار حبسو يلا يدورين إنك يلا كازم بحبت السريتانا ما الرب لك كا ويعي تحت النموه إذا أذنب وأسى زنب ترد وعدي فرس وعدي فرس وانميان زنب ترد وانميان يا تنكسمي تو يلا لذوري حبس لربك النم دقالك نبى ربك النم أمرك كي خيل فينك حبوا ربك النم كيف أيدي قبض تنم كل يدق يلا لذورين ومن شقاوة العبد نمك فنويتك كي أنا ما أخيرا السماع سنه الدنيا المعنو وككر حيوانه النمو أن يعاقب على ذنب بالغفلة ذنب ترداي وبقولوا دعورته النمو يلا ليدورين مكي وما بانا ما تسكر دسني يلا دي قالك احنا بربك اني ادي سني حبس يلا كسرتك يلا كاكك يا عواك حبل مي ادي واه النمو وما نه بقول لله الله تنقولوا هي النمو هي النمو شقي ومنو مكاكيا قلبك كفنمو بيرا ومدبعي عم بالي تنوي إذن ويشرع الاستغفار بعد الفراغ من الصلوات المفروضة كون وقت صلاتك اللي أو عيني ملي ومن كون وقت صلاة لا مشروع أكتن متأكد كم معنى استغفار بانم لحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة المفروضة يلي فرموت صلاتك سلام حسا وعدي يستغفر الله ثلاثا سيدي حدا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أرحكني ويشرع الاستغفار ايضا في ختام المجالس دفيناهنيك وقتانهن وعدي استغفار بان انكاد مشروع اكتن فلدفينا سواء كانت مجالس قران قران بقسوكتا قوايق بكالي هربوان توعدي استغفار بان مشروع اكتن او مدارسه علم بري سمراكي بري تمرك سوغانا ميتا علم ايتل غحيسك سوغانا مها ادسوغين فدي معانك النمي دفيناك وقتوك استغفار بان ما مشروع اكتن أو مجالس معتادة كادو كل ما رب استهن دفيناني بدل لبونو قتل لبونو تامار حلبونو مسجد لبونو كل دفينيا زنب الدنسيني سادة تنفن الله تنهي أبانهن وعدي زنب دفينا من باب أولى معنا استغفار يلا كسرانا جزاك الله خير لكن إن كن كده فيناني الله أعلم ما يدفل تمك توم هذا فيناني كون وقت صلاة هدان يكي صلاة قد مركين فوحة قد قدار القاتة تكم قرآن قاد كين قبقى الوقت والبدر قفوت تاي استغفار ربه نقرانا ما محايا اللي حندك رب نبا ربي زنبي كين حبك لكن صلاة بيوك كوينهن استغفار سيرتانا إيانا ما يا وهمو نعم أهون الناظرين يلي كانوا بلها مركا يلا برسو توا عدوه يانم يلي سبب أبها يسرتاه معاني أباي معاني لك لا زنبي حبتي يلا سرتاه ومري إسني الديامين اللك لنا وذلك بأن يقول دفيناك قتوق محيانا هاي قبل أن يقوم من مجلسه ذلك تولسك أن دفينانك وقتكك يانما سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك يا رب سيطر ربك نتو فإلى ربك نتو هتون كتو وكس حق يعبدون متنا مها أكيله وقل هاي نما سهاي زنب حبتك والسراه إني كل دوري يا رب إيانم فإذا قال ذلك تهي يكي يليه نعزي تهو نهر لا تكي لبه السجمية اللي كحبها ويشرع ايضا في الثلث الاخير من الليل برقمو بركاس دي حيتها فلا دي قبها كادو استغفار يلا السريتانم فانه من ارجى اوقات قبول العمل والاستغفار حبس يلا السرينكي منقم يلي سنامك الدق لها وقتي برقمو فان الله ينزل فيه الى السماء الدنيا يلي سبحانه وتعالى الدنيا عرانا للدوبها وقتي ويقول فيما يقول يلي اسنع وسلي يا با كينك يما هل من مستغفر فاغفر له ذنب حقت فدا ذنبك حبمي يا ينعوس يا ايا يلي سبحانه وتعالى وصيغ الاستغفار كثيره استغفار اللبانه نني اي يلي فرموت السنه لا استغفار من قلنا لميته دغوم تكك يبك ارحيكي يوتككي استغفر الله ايانا مريتا
اللهم اغفر لي إيانا معيه، وأيضا الدس سيني كادو توبة الدس سينيكي اللهم اغفر لي وتب علي إيانيكي كادو معيه. وهناك سيد الاستغفار استغفارك إنكي سعلا راعه استغفاريا يلي فرموت عليه الصلاة والسلام، وهو ما جاء في حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلي نبي يمي سيد الاستغفار أن تقول يلي نعسو من تاما اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أتوي ربي حكيه عبديني مي كوي ربو ككسا عبادة حكي ستمتنا خلقتني أنكو جنك النيو وأنا عبدك أنكو نعسوك النيو وأنا على عهدك ووعدك ربو كورا غنالان ما استطعت ضدها مل يكرع تمنقهم يا دودا مل أبا يلا بي من قيتمك يلا يدوريني مي أداريك كيانم أعوذ بك من شر ما صنعت أنبه أن مانك ربو كوما قنسيتا وما ميا يك ما بين أنتمي أبه أنك هو مان اتيودي قلتامك ربو نكا كو أكاك ليلتا إنو من تامك أبو لك بنعمتك علي يربو أتيو هبه تهتا النعمة تها كو هكيله نعمة الإسلام أساساي إن تهتا النعمة تيا كوك لك ليلبهين وأبو لك بذنبي يربو أنو هرس من قنا نعسك النيومه أعترفه أقولي لكن محاها يربو السلام فاغفر لي يربو يحب فإنك فإنه لا يغفر الذنوب إلا كوكس دم بحب تمتنك يربو يحب. نبي عليه الصلاة والسلام يمعتو بكو إيما تمدع أيرول إندي حاي يلي أهم عدو عي يلي قري الأقل له يلي إندي حييه نبي كتايد تنم إكل له إيكا تكيه وائر ربكي بريكا ردك أمدو عييه النمو فهو من أهل الجنة جنة تنمو هي نبي عليه الصلاة والسلام هاي بريه ما حكا ما حسكا روحكا كيوعيه النمو جنة تنمو هي نبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما حنك فردينتا أن نحفظه أدعى نحفظهم وأن نتعلمه أدعى برنم وأن نحفظه إخواننا نديلون نتوبكو نني أهلي برسنم وكن نحفظ سمين كنا أدعى أمة الدل فردسنم مسلمين الدل وأن نكثر من الاستغفار والتوبة حبس يلك السرانم نايمكيه يلي اليدورين نايمكيه الدنيا معاني أخيرا معاني الدقين قدته. هذا وبالله التوفيق اللهم اجعلني ممن ذكرك اللهم اجعلنا ممن ذكرك كثيرا يرب من قنكو كسيتا يمرتا نهاي واستغفرك كثيرا حبس من قنكو سير مريه مرنا باي وتاب إليك وأناب فإليك الرجعة وإليك المآب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء.